السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر الملتقى الثقافي على إتاحة هذه الفرصة. المنتدى الثقافي العربي على إتاحة هذه الفرصة لانطلاق هذه الحملة بخصوص المعتقلين السوريين. أن تأتي متأخرا خير من لا تأتي أبدا. لا أريد أطيل، الأخوة الأساتذة والدكاترة قبلي تكلموا في ما يمسها، أعتقد الفيديو كان كافي وافي وشهادة الدكتور عبد الرزاق كمان كافية. نقطة واحدة بس أحب أوجهها للجميع ولذوي الاختصاص، ما يجري في سوريا وما يجري في العراق وما يجري في مصر الآن للأسف الشديد ويجب أن نعترف كله ضمن القانون الدولي. القانون الدولي اللي مسؤول عنه الأمم المتحدة أو المجلس الأمن. طالما هناك يقتل المسلم في بلاد العالم الثالث فهذا مجاز. هذا مجاز وبشكل طبيعي. دكتور خالد رد على أخونا الدكتور أحمد، موضوع داعش وما داعش، عندما تعرف من أسس داعش ومن مسؤول عن داعش خلونا نحقق على الآن اليوم. بس أنا كلام بس تعريف، ليس أكثر. عملية تحريف ما يجري في البلاد العربية والبلاد الإسلامية من قتل وتدمير ممنهج ومسؤول عنه ما يسمى المجتمع الدولي، منظمات المجتمع المدني تدافع، ولكن ليس صاحب قرار. صاحب القرار الأساسي هو المجتمع الدولي، ما يسمى مجلس الأمن وما يسمى الأمم الملحدة وليس المتحدة. المتحدة ماذا قدمت للشعوب العربية؟ الشعب السوري يعاني من 5 سنوات. كل جريتهم مثل ما تفضل الدكتور عم يسأله، هل أنت تعترف أنك ناديت سورية حرة؟ هل هذه أصبحت جريمة؟ وأنا أتفاجأ من مثقفين العرب في بلاد الغرب يدافعون عن الأنظمة الدكتاتورية بطريقة سواء مقصودة أو غير مقصودة. بلادنا يعني انتهت فيها الإنسانية وما زلنا نخاطر. نوجه التهم للمجني عليه ونترك الجانب. ما يجري في العراق يجري في سوريا تماما. لا نجد أحد، أنا حضرت أكثر من محاضرة في هذا المكان المبارك، أكثر المثقفين لم نجد يوجهون اتهام واحد للعدو الأساسي سواء الكيان الصفوي أو الكيان الصهيوني، يوجهون للأنظمة بس للشعوب العربية والإسلامية. هذا الكلام ما يجوز. إذا مثقفنا الدكتور والبروفيسور ما يدافع عن قضايانا، متى ننتهي من هذه الأنظمة الدكتاتورية؟ مع احترامي للكل، ما زال البعض حتى من سبقون وخرجوا